احنا معانا دلوقتي ندى على التليفون يلا عشان نعرف منها تفاصيل مشروعها اكتر. يا ندى منورانا. ده نورك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. اولا بنحييكي على فكره مشروعك، هايله جدا وحلوه جدا، بس الاول عرفينا يعني ازاي بداتي فعلا ان انت تدمجي اطفال متلازمه داون في المجتمع، وان انت من خلال تصميماتك ان هم يعرضوا تصميماتك او ازيائك. هو انا اصلا شايفاهم مش جزء منفصل اصلا عن المجتمع، انا شايفاهم حد عادي مننا، يعني مش حد مفصول اصلا. يعني انا كان عندي كذا حد في العيله كده، وانا طبعا بموت فيهم جدا، يعني بحبهم، يعني بحس ان دول الحد الوحيد اللي ممكن تتعاملي معاهم، مفيش نفاق ولا زيف ولا اي حاجه، دول الحقيقيين فعلا. فانا بقالي فتره اصلا يعني لما بشوفهم ببقى مبسوطه جدا. فانا كنت في مكان مره مع ماما وشفت بنوته صغيره جدا، يعني بجد لفتت نظري عن بقيه كل الاطفال اللي في الكافيه. فروحت استاذنت مامتها ان انا اشيلها شويه والعب معاها وبتاع، فبكلم ماما بقول لها طب ليه ما نصورهمش، يعني احنا دايما بنصور بناتنا العاديين والاطفال التانيين وكده، طب هم ليه، ده هم احلى، هم احلى بكتير. يعني الصور معانا الهوا ندى جميله قوي بجد، يعني حلوه قوي جدا، مش قادره اقول لك في التصوير بجد بيعملوا روح فظيعه فظيعه. احكي لنا بقى شعورهم، كملي معلش انا اسف قطعتك. لا لا اتفضل. هم طبعا شعورهم يعني حاجه ما تتوصفش كده، يعني كان انت قاعد مثلا في الجنه ومعاك ناس كده ملائكه مثلا، مش حاجه تتوصف اصلا خالص. طبعا شعورهم حاجه وشعور امهاتهم حاجه تانية خالص. امهاتهم كانوا صعبه جدا جدا جدا، ان حسوا ان حد يعني بيفكر في ولادهم، يعني الناس دايما بتتعامل معاهم ان هم جزء مفصول عن المجتمع، ليهم معامله خاصه، مدارس خاصه، حاجات مختلفه خالص عننا، وهم زينا بالظبط، يعني ربنا ميزهم عندنا بشويه حاجات بس، ده اللي مخليهم مختلف عندنا.